السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. وفي حلقة اليوم سأريكم طريقة تستطيع من خلالها تنزيل التطبيقات والألعاب المدفوعة مجانا على أجهزة iOS سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود بدون جيل بريك ومتوافقة. هذه الطريقة مع iOS 8.4 وكذلك iOS 8.4.1. لا تتعد كثيرا، ابقوا معي بعد هذا الفصل الإعلاني القصير لنمر إلى الشرح مباشرة. إذا مشاهدي الكريم، تدخل إلى متصفح سفاري الخاص بك في هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود وتقوم بالدخول إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. بعد ذلك تنزل إلى الأسفل إلى نهاية الصفحة وتقوم بالضغط على علامة الآي أو إس هنا في الأسفل. إذا تنتظر قليلا، طبعا سنقوم بتنزيل متجر الهيب ستور. إذا تظهر لنا هذه النافذة، نضغط على تثبيت. الآن إذا رجعت إلى الصفحة الرئيسية ستجد أن التطبيق أو المتجر جاري التحميل. طبعا لمن يعرف هذا المتجر ويقول أنه بطيء أو يعني غير من هذا، فالمتجر قد حدث له يعني تحديث وأبديت وأصبح رائع للغاية، بل والتنزيل أصبح سريع ويعني متميز أفضل من باقي المتاجر الأخرى. لا علينا، الآن تنظر حتى يتم اكتمال عملية التنزيل. إذا كما ترى مشاهدي الكريم، تم تثبيت أو جاري تثبيت التطبيق بطريقة سريعة للغاية. إذا الآن تم تنزيل التطبيق، نقوم بالدخول إليه. الآن يقول لك الوثوق بالمطور وغيره من هذا، أضغط على وثوق، لا توجد أي مشكلة. بعد ذلك ستدخل إلى التطبيق، تضغط على موافق لإرسال الإشعارات. هنا ستختار اللغة في هنا نزيل الإعلانات، تختار اللغة للمتجر، فسأختار الانجليش بالطبع ثم أضغط على confirm في الأسفل. الآن عند الدخول إلى التطبيق ستظهر لك العديد من الأقسام. عند الضغط هنا على هذه الأيقونة في الأعلى يظهر لنا الهوم والجيمز والأبليكيشنز والعديد من الأقسام. يمكنك أيضا البحث عن أي تطبيق بالضغط هنا على أيقونة البحث في الأعلى على اليمين. أقوم بكتابة أي شيء، فعلى سبيل المثال سأكتب لعبة زومبي فيل يو اس اي 2، هذه اللعبة مدفوعة في الأب ستور، فهنا أختار هذه اللعبة زومبي فيل يو اس اي 2 كما ترى أمامك. بعد ذلك سأضغط على داونلود هنا. بعد ذلك عندما جاري التنزيل أو يتم تنزيل اللعبة، ستذهب إلى هذه الأيقونة في الأعلى وتختار ماي أبس. بعد ذلك ستذهب إلى داونلودينج، ستجد أن اللعبة جاري تنزيلها من هنا من هذا القسم. ستجد التطبيقات التي قمت بتنزيلها من هذا المتجر وتحتاج إلى أبديت، من هنا التطبيقات التي جاري تنزيلها ومن هنا التي اكتمل تنزيلها. إذا تذهب إلى داونلودينج وتنتظر حتى يتم اكتمال اللعبة أو التطبيق الذي تقوم بتحميله من متجر الهيب ستور. لاحظ معي مشاهدي الكريم، التحميل اقترب من الانتهاء وسرعة التحميل جيدة وسريعة ولا بأس بها مقارنة بسرعة الانترنت لدي فهي ضعيفة للغاية، فالتحميل سريع والبرنامج سريع أيضا. عند اكتمال التحميل الآن كما تلاحظ أمامك وصل إلى 99%، سيختفي الآن من قائمة الداونلودينج وسيذهب إلى قائمة الداونلودينج هنا على جانبها. تضغط على الجيمز كما ترى يظهر لي يرغب التطبيق في تثبيت هذه اللعبة، تضغط على تثبيت. الآن إذا رجعت إلى الصفحة الرئيسية ستجد أن اللعبة قيد الانتظار، جاري التثبيت. لاحظ معي سيكتمل التثبيت الآن في لحظات قليلة. إذا كملت الآن أقوم بالدخول إلى اللعبة. اللعبة تشتغل 100% ولا يوجد بها أي مشاكل. إذا لاحظ معي اللعبة تشتغل ولا يوجد بها أي مشكلة. بلاي، إذا كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، اللعبة تشتغل بكل سهولة ولا توجد بها أي مشاكل، واستمتع باللعب
الآن بهذه اللعبة، والكثير من الألعاب التي تستطيع تنزيلها من هذا المتجر الرائع. يمكنك اختيار من هنا أبليكيشنز وتصفح قائمة التطبيقات التي تستطيع تنزيلها كاملة مجانا هنا كما ترى أمامك. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم. شارك هذه الطريقة مع أصدقائك إذا أعجبتك، وشاركها مع مستخدمي هواتف آيفون وآيباد وآيبود ليستفيدهم أيضا. لا تنسى كذلك الضغط على زر لايك يظهر الآن أسفل الفيديو، كذلك زر سبسكرايب بسفل أسفل الفيديو الآن يظهر أمامك أسفل الفيديو على يمينك هنا. أظن هنا قم بالنقر علي قبل نهاية الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة th3bw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.